أولا يعني الغابة المتوسطية ماشي ليست منتجة للخشب، لكن كاين تنافس، يعني في التنافسيين ما تقدرش تكون تدخل في التنافس مع غابات واحدة أخرى، لأن النمو تاع الأشجار في الغابة المتوسطية يكون بطيء بالعلاقة مع المناخ تاع البحر الأبيض المتوسط، وزيد بزيادة عندها أنظمة إيكولوجية تقدم خدمات كالخدمات من جهة المياه ولا التحدي من الانجراف في التربة، وكاين هذه الخدمات اللي هما مهمة جدا للأمن الغذائي ولسلامة المواطن كامل. سما ما نقدرش أنا كيما نجي في عقبة ونقطع كاع الشجر باش نروح نخدم بهم الحطب، دونك لازم تكون اون كوفيرتور فيجيتال في هذا الجبال باش نحاضروا على الجبال. لكن الغابة تاع البحر الأبيض المتوسط غنية بالتنوع البيولوجي، وثاني عندنا لي تيغوار، تما كل جهة بالك تلقاي نبتة في الشرق ونبتة في الغرب، ميم كي تروحي تخدمي عليها على لي موليكول يعني لا شيمي تاعها، تلقاي بالك تاع الغرب وتاع الشرق الاستخدام تاعها يكون مش كيف، يعني كاين النباتات هادو الطبية في لا كومبوزيسيون على جال التربة على جال ليكسبوزيسيون على جال بزاف الحوايج، سما يكون عندنا اختلاف. دونك هذه ثروة نقدروا نستغلوها في ميادين كثيرة، منهم ميادين تاع الصناعة الصيدلانية ولا الصناعة تاع مواد التجميل، صناعة تاع الغذائية وكل هالهما. وزيد بزيادة كاين عندنا الفلين عندنا فيه ثروة، وأصلا على المستوى المتوسطي كاين غير 6 بلدان اللي عندهم الفلين، وحنا بما أن احنا الفلين تاعنا هو طبيعي في غابات طبيعية، حتى الـ يعني لا كاليتي تاعو تكون مليحة، لكن شنو لازم نعاودو نسترجعو السافوار فير يعني اللي كان عندنا باش نقدروا نعاودوا نرجعوا هاد الخدمه تاع الفلين.